السلام عليكم معكم, معكم سفير المرزوقي من قناة سفير المرزوقي لمساعدة المهاجرين في إسبانيا خوت اللي أه أول مرة كيشوف هاد القناة هذه ولا كيشوف فيديوهات ديالي كمل الفيديو هذا القناة هادي مخصصة كتعطي يعني معلومات خاصة بالمهاجرين بصفة عامة ومعلومات يعني اللي خاصة بالدولة الإسبانية لا من الناحية القانونية لا من الناحية نتاع الإدارة العمومية لا من أي حاجة كتخص يعني أه الحياة في إسبانيا بصفة عامة بطبيعة الحال أه بزاف منكم سمعتوني كنهضر مؤخرا كنهضر على كاربيتا سيودانا ولا كنهضر على فيرما ديجيتال ولا كنهضر على ديني الكترونيكو ولا بزاف د المرات كندخل هاد لو تيرم هذا في الهضره ديالي بزاف ديال الناس خلاو لي تعاليق كيقول كي لك خويا سفيان ورينا كيفاش هاد الامر هذا وفاش كيصلح لاش دايره الدوله الاسبانيه وشنو اللي يعني المراد منه طبيعة الحال انا وعدتكم يعني قلت لكم غادي ندير واحد الفيديو غادي نشرح لكم فيه بالتفصيل يعني كل ما يخص الكاربيتا سيودانا ولا يعني كيفاش تخليها كيفاش تشوف الامور ديالك اول حاجه غنشرح لكم شنو هي هاد لا كاربي سيودانا وشنو هي هاد لا فيرما ديجيتال ولا هاد هاد الديني الكترونيكو ولا المهم هاد الامر هذا بصفه عامه اول حاجه خصكم تعرفوا بان ما سبق قلت لكم ان اسبانيا بدات كتدخل بعض الامور الكترونيه باش كتسهل الخدمه وباش كتوفر يعني واحد لاكسى للمواطنين يعني لكاع الامور ديالهم كاع الملفات ديالهم كاع الحوايج اللي خاصهم كاع الامور ديالهم كيشوفوها عن طريق الانترنت كيستعمل الانترنت بصفه كبيره في اسبانيا وفي العالم كامل بطبيعه الحال بعد الديفلوبمون وهذا الشيء كامل حتى المغرب راه بشحال من حاجه رجعوا كيدخلوا فيها الانترنت لا في المواعيد لا بزاف ديال الحوايج المهم هاد الكاربيتا سيودانا يعني باش يمكن لك تحصل عليها اه كيفاش دير اول حاجه قبل ما نقول لك باش يمكن لك تحصل عليها نشرح لكم شنو هي بعدا هاد الكاربيتا سيودانا هي بحال عن واحد 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 النوع ديال ديال البريد الالكتروني اللي كتوصل فيه بكاع النوتيفيكاسيونيس يعني كاع الاشعارات كما كنقولوا بالعربيه ولا كاع الامور اللي كتخصك يعني اه ومتعلقه بالاداره العموميه بصفه عامه يعني الاداره العموميه ما كنقولكش انا راه غادي تجيك ولد عمك يصيفط واحد البريه وغادي تجيك تما لا هادشي كاع ما يخص الاداره العموميه طبيعه الحال ما ماشي غير عن طريق ما يسمى بالبريد يعني ولا ان نوتيفيكاسيونيز ولكن حتى الملفات ديالك مثلا ملف الجنسيه يمكن لك تشوفو تما بزاف ديال الامور اللي يمكن لك تشوفهم تما حنا كنقولوا ملف الجنسيه هنا في هذه الحاله هذه لاننا اجانب والاغلبيه كيطلبوا الجنسيه ولكن بالنسبه حتى الاسبانيين عندهم امور ديالهم مثلا في الوظيفه العموميه بزاف ديال الحوايج عندهم ملفات محلوله مثلا شي حاجه وزاره الصحه وزاره التعليم وزاره العدل بزاف ديال الامور يمكن لك تطالع عليها تماك واحد الامور بزاف اللي ما نقدرش نقول لكم كلشي بطبيعه الحال خليونا في الامور ديال المهاجرين بصفه عامه بطبيعه الحال مؤخرا كنت قلت لكم راه بزاف ديال الناس اللي كوشاو بالاخص داك يعني ريسيبير تيليماتيكامينتي داك نوتيفيكاسيونيس ديال ديال ديال, ديال إيه كونسيسيون ديال يعني ما يسمى بالناسيوناليزي اسبانيولا غيحتاجوا هاد الكاربيتا سيودادانا ان انت الاشعار ما يجيكش للدار ما في البريد للدار غيجيك في هاد الكاربيتا سيودادانا هادشي علاش بغيت ندير هاد الفيديو هذا بالاخص باش نشرح لكم كيفاش تقدروا تحصلوا اه على لاكسي لهاد الكاربيتا سيودادانا بطبيعه الحال كاين ثلاثه ديال الطرق شنو هما هالطرق الطرق هو ان يكون عندك لافيرما ديجيتال وهاد الطريقه هادي كيخصك اول حاجه تقبط موعد في اسيندا باش يمكن لك تحصل عليها ما غاديش تجي وتحصل عليها غير هكاك وباش تحصل عليها خص يكون عندك خصك تكون كتوفر على حاسوب اللي هو اورديناتور خص يكون عندك في الدار لانك كتانستالي فيه داك التراميتي هذاك وما يمكن لكش تدخل لشي بلا من شي بلاصه من غير الحاسوب ديالك يعني و ضاع ضاعك الحاسوب ديالك خصك تعاود تانستالي داك 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 الطريقه هذيك في سميتو في, سميت في حاسوب اخر من بعد ان شاء الله غنشرح لكم هذه الطريقه هذيك ولكن دابا غادي نركزوا على ما يسمى بالكلابي بيرمانينتي ولا الكلابي بين كاين جوج ديال الامور اخرى هي الكلابي بيرمانينتي والكلابي بين حتى هي يمكن لك تدخل بها الكارطيتا سيدانا وسهله بزاف انا نقول لكم على سهله بزاف ان يمكن لك ديرها من غدا الى بغيتي ديرها هي غادي تمشي فقط لا تي دي لا سيغوريا سوسيال ماشي لا سوسيال فين كطلب يعني لا بنسيون ولا كطلب لا باترنيداد ولا كطلب كنهضر على واحد النوع اخر ديال 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 السيرفيسيو سولوا عليه غادي تلقاوه في ال في, في يعني في الجهه ديالكم وغادي تمشيو بلا ما تاخذ موعد غادي تدخل لتما نيشان وغادي تمشي غادي دير ما يفكر ما بش هذا غادي تدخل لهاد لا تيسوريا ديال لا سوسيال وغادي غادي تكي في داك في داك في داك, داك البلاصه اللي كياخذوا كي منها الوريقات غتكي على افيلياسيون افيلياسيون وفاش غادي تمشي عند ذاك الموظف تجلس معاه وغادي تقول ليه بغيت إيه كلابي بيرمانينتي بار اكسيدير la carpeta سيودادانا ما عندكش تقول له علاش علاش بغيتي إيه؟ علاش بغيتي إيه لاكاربيتا سيودادانا لان اي مواطن من حقه في لاكاربيتا سيودادانا سواء كان إيه اجنبي ولا كان يعني عنده إيه الجنسيه الاسبانيه غادي تمشي غادي تطلب هاد التراميتي هذا عند لا تيسوريريا دي لا سيغوريا سوسيال كتجلس مع ذاك الموظف طبيعه الحال هاد الكلابي بيرمانينتي هو واحد 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 يعني واحد الكود اللي هو خاص بك ويعني خصك ترد البال هذا الكود هذا ما خصكش تخلي لاكسي ديالو حتى لشي حد يعني خصو يكون خاص بك حتى في الوقيته فاش كتكون كتدخلو راه ما غاديش تدخلو عندو في الاورديناتور تما سينو غيوريك واحد الاورديناتور اخر وغيقول لك دخل الداتوس ديالك هنا ودخل الكود ديالك هنا ما خصوش يشوفو حتى داك العامل داك الخدام ديال لا سيغولا سوسيال ما خصوش يشوف الكود ديالك دونك هذا الكود كيبقى خاص بك انت هادشي علاش كنوصيكم شي كود اللي يكون يعني هو الكود كيخصو يكون كيتشكل من 8 تاع الارقام وكيكون فيه على الاقل واحد ماجيسكول ارقام ماشي ارقام 8 ديال لي شيفر ويكون حرف ماجيسكول وعلى الاقل يكون رقم فداك لي شيفر هذوك داك هذو داك الحروف يكون منهم رقم على الاقل رقم واحد وواحد الماجيسكول فاش تحصلوا عليه كيكون كي ديما معلق بالرقم ديال الديني ديالكم ولا الني ديالكم فاش كتبغي تطلب كيكون كي متعلق بالني ولا الديني بطبيعه الحال انا غادي نحاول ندير أه يعني واحد الكابتشر ديكرو باش نشرح لكم بالتفصيل قبل ما ندوز للكابتشر ديكرو غنقول لكم كاين الكلافي أه البين الكلافي بين كاين كلافي بيرمانينتي وكلافي بين كلافي بين, بين الا ما كانش عندك كلافي بيرمانينتي تحصل على كلافي بين حيت أه واحد الحاجه متعلقه بالاخرى هاد الكلافي بين أه مديور غير باش الا بغيتي تدخل مثلا في شي اورديناتور اللي ماشي ديالك ولا بغيتي تدخل في شي أه يعني شي هاتف ماشي ديالك هنا في هذه الحاله هذه ما كينصحوكش باش تدخل كلابي ديالك لان تقدر تبيراطان تقدر داك مول داك الجهاز هذاك يكون عنده شي حاجه كتسجل المعلومات ويبقى عنده البين ديالك فلهذا كاين هاد الارامينتا ديال كلابي بين هي غير كتدخل الرقم ديال الديني ديالك وكيصيفطوا لك واحد واحد البين الهاتف ديالك كيكون ديون سولو اوسو يعني كتستعملو مره واحده خليكم معايا وغادي نشرح لكم كلشي بالتفصيل فين تدخلوا وكيفاش ديرو تتعاملوا مع هذا الامر مهم خوت غادي نحاول نشرح لكم مهم إيه دخلنا للطريقه اللي كندير ديما اللي هي جوجل باش نسهل عليكم يعني الماموريه كدير كاربيتاسيو دانا هنا في الحاله هذه درت مينيستيريو دي, دي خوستيسيا من بعد كتدخل لهنايا كما كتشوفوا كتلقى ثلاثه إيه ديال الحوايج سيرتيفيكادو دي خيتال كلابي بين وكلابي بيرمانينتي إيه كما قلت لكم سيرتيفيكادو دي خيتال إيه كيخصك تكون عندكم انستالي يعني في لورديناتور ديالك يعني في هذه الحاله هذه ما عندناش ان كندير لهم تليفون اصلا وفي التيليفون ما ديرو كلابي بين إيه في, الحين يعني باش تدخل الا إيه كنت غادي تدخل في شي بلا في شي تليفون ماشي ديالك ولا كنت غادي تدخل في شي اورديناتور ماشي ديالك وكلابي بيرمانينت هو اللي كيعطيوه كي وكيبقى عندك من ديما يعني كما قلت لكم قبل داك كلابي بيرمانينت كيبقى عندك ديما إيه وردوا البال يعني يكون سري ما مي يحصل عليه حتى شي حد وزعما ما يعني ما يكونش في فلاكسين تاع اي واحد لان هذاك الشيء امور ديالكم شخصيه اللي كتخصكم نتوما يعني ما يمكنش هذاك الكلاب هذاك يكون عند شي حد المهم ندخلوا دابا اكسيدير على كارطه سيودا انا نتوما كما قلت لكم ديني سيرتيفيكادو الكترونيكو كلابي بين وكلابي بيرمانينتي غادي نحاولوا في هذه هاد الحاله هذه هادي ندخلوا لكل واحد وغتشوفوا شنو غادي يعطيوكم وكيفاش الطريقه باش تتعاملوا مع كل واحد وشنو خصكم وشنو يعني شنو خصكم تطلبوا في داك في داك في الوقيتة هذيك فاش فاش بطبيعة الحال اه كتدخلوا المهم ها هنايا كما كتشوفوا ما يعطيني والو لان اصلا ما عنديش مانستالي في, في, في سميتو هنايا قال لك هاد النوع اصلا هاد النوع ديال ديال الانترنت جوجل كروم ما, ما خدامش فهمتوا كيفاش يعني ما خدامش لهاد لهذا لهذا النوع ديال ديال التراميتي هذا هذا يمكن لك تعمل معاه غير في الاورديناتور وب انترنت اكسبلوري يعني انترنت اكسبلوري ما يمكنلكش دير جوجل كروم جوجل كروم مازال ما مفعلاش فيها يعني ما يمكنلكش تدخل بها اللي يمكن لك تدخل الى كانت عندك هذا يعني سيرتيفيكادو دي خيتال ولا هاد يعني هذه الطريقه هذه خصك تكون عندك يعني انترنت اكسبلوري المهم ندخلو هنايا الطريقه الاخرى اللي هو بين هنايا حاطين لكم النوميرو ديال ولا ني هنا كنتي اكسترال خيرو ني كنتي اسبانيول ديني هنا في الحاله هذه كيكون عندهم الرقم ديال ديالتيليف... الهاتف ديالك يعني التليفون ديالك كيكون عندهم كتدخل يعني ني ولا ديني وكيصيفطوا لك في الحين يعني غير كتدخلو كيصيفطوا لك واحد الرقم داك الرقم كيكون دي سولو دي اون سولو اوسو يعني كتستعمل مره وحدة ما كيتستعملش اكثر من مره وحدة يعني كيمكن لك تدخل وتشوف به وصافي ما كيبقى صالح هذا علاش دايرينو هاد الطريقه هذه هي باش ما ت... ما تعرضوش يعني الهاك ال... ان يت... يتبيراط لكم داك الكود هذاك وهداك الشيء يعني كما كنقول لكم هو واحد الامر اللي ضروري يعني ما خصش الانسان يكون كي داك داك الكود هذا كيكون شخصي وما كيتعطاش لاي واحد يعني هذا الامر هذا راك انت فاش كتمشي تاخذ آ... آ... هذاك الرقم هذاك راك كتسني عليه شي خمسه ديال الاوراق اللي كتسني سميتو في لا سيغور سوسيال باش كيجبدوه لك دونك هادشي علاش يعني كتحمل المسؤوليه كافه المسؤوليه نتاع ان داك الرقم السري يبقى ديالك يعني ما يحصلش عليه شي حد اخر بطبيعه الحال داروا هاد لا رامينتا هادي باش الا كنتي غادي تدخل مثلا في التليفون شي حد اخر ولا غادي تدخل في الاخر من الاحسن تطلب يعني داك البين ديال سولو اوسو كيجيك التليفون ديالك يعني الشخصي الرقم ديالك الشخصي بطبيعه الحال هادشي علاش كنقول لكم التليفون ديما خصو يكون اكطواليسادو هنايا دابا غادي نشوفو كلابي بيرماننتي كلابي بيرماننتي هي سهله يعني هنايا يعني عندك اسيدي كتدخل ديني ديالك وكتدخل الكونتراسينيا ديالك ساهله مهله ديني والكونتراسينيا ديريكتومون كيلوحك سميتو الكاربيتا سيودادانا هنايا يعني كيلوحك كاربيتا سيودادانا اللي يعني خاصه بالمينيستيريو دي خوستيسيا واني في نفس الوقت يمكن لك تما تلقى لاكسي ديال كاع يعني الوزارات وكاع الادمنستراسيون بوبليكا كامله واخا راك انت في وزاره العدل من تماك تقدر دوز تشوف شنو هما التراميتيس اللي تقدر تشوف يعني اكسبيديانتيس ديالك ابيرتوس بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تطلع عليهم من هاد الكاربيتا سيودانا ويمكن لك تشوف الامور ديالك فين واصله الطلبات ديالك الملفات ديالك اللي حليتي بزاف ديال الحوايج يعني انا ما بغيتش ندخل دابا ديالي لان الا دخلت ديالي هذيك امور شخصيه ديالي ما غيمكنليش نوريها للعموم هذا فيديو يعني عمومي علاش ما غيمكنليش ندخل ديالي لا ديال حد اخر لان هذا واحد الامر شخصي هذا الشيء اللي كاين الخوت مو... <applause> سمحوا لي المهم الامر هو هذا نتمنى يكون يعني اه الشرح يعني مبسط وواضح اه باش تدخل بزاف ديال الناس سولوني على القضيه هذه دي. عافاك ديرنا عافاك ديرنا كيفاش ندخلوا الكاربيتاسيو دانا المهم راه الامر هو هذا يعني ما كاينش شي حاجه صعيبه بزاف خليكم معي دابا غنسالي وندوز نشرح نكمل نكمل الفيديو يعني معكم المهم خوت كيما شفتوا يعني وريتكم المعلومات كامله نتمنى هذا الفيديو هذا يكون يعني لقى الاعجاب ديالكم الا إيه بقات عندكم شي تساؤل بطبيعة الحال نقدر نكون انا شي حاجه فاتتني ما قلتهاش ولا شي حاجه ما شرحتهاش الا إيه بقى عندكم شي تساؤل ما تنساوش تخليو لي التعليقات ديالكم بطبيعه الحال وبناء على التعليقات ديالكم غادي نعاود فيديو اخر ونحاول نوضح ذاك الامر هذاك يعني الى لقيت بزاف ديال الناس كيسولوا على نفس الشيء غادي نعاود ندير الفيديو وغادي نوضح ذاك الامر هذاك باش يكون يعني الامور واضحه وسهله وتقدروا يعني تدخلوا وتمكنوا يعني من الحصول على النوتيفيكاسيون ديالكم وعلى بزاف ديال الحوايج يعني كتسهلها عليكم هاد الكاربيتا هذا أنا شكرا لكاع الناس اللي خلاو لي باش نهضر على هذا الموضوع هذا لان موضوع بطبيعه الحال مهم بزاف ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الناس اللي كتعرفوهم باش يوصل يعني لاكثر عدد من الناس ويقدروا يعرفوا يعني هذه الطريقه دي بطبيعه الحال الناس اللي ما اما الناس اللي عارفة راه ما غاديش تحتاج هاد الفيديو وهادشي علاش ما كانش اصلا لاش يدخلوا ليه ويشوفوه من الديبار يعني هادشي الشيء هذا للناس اللي ما عرفاش بطبيعه الحال انا ما كنديروش للناس اللي عارفه وفاهمه بلا ما تخليش وقت داك التعاليق الخاويه اه هادشي الشيء قديم هادشي الشيء ما شنو لان كاين الناس بطبيعه الحال محتاجه لهاد المعلومات هادي وفرضك داك التعاليق ليكم و الا انت عارف دير فيديو وخليه للناس وعاونهم ما كاين حتى شي مشكل بلا ما تدخل وتبقى كتحل فمك وانت عارف الله يزيدك والله ينورك والله يزيدك في العلم هذا ما كان كاين الناس اللي محتاجه هاد الفيديوهات فضروري خصنا نعاونوهم وخصنا نوريوهم الامور كامله باش ما يبقاوش يتحرجوا قدام الاسبان ولا يبقى يزيد عليهم بلان في الهضره ولا هادي كان معكم أخوكم سفيان المرزوقي من قناه سفيان المرزوقي مساعد المهاجرين في اسبانيا الى كملتي الفيديو حتى الاخر المحتوى هو اللي كتقلب عليه ما تنساش تشارك معنا في القناه وتخلينا تعليقات ديالك السلام عليكم